مجلس الشورى مطروحة، يعني هدول الأول على مجلس الشورى، أي مرة يبقى إزاي؟ دي قصة تواني إنه الفكر ناحية الجمعيات غير الواقع في الحكومات المتكلمة. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها إنه المحاولات المتعددة لجلب المرعب ناس سميها محاولة حصلت في 2008 كانت المجموعة المتحدة اللي عملها، وكان لي الشرف إن أنا أشارك فيها أيضا، وكانت بحضور حوالي 1000 جمعية من مصر، وتم إقرار المجموعة. عشان كده أنا وحكاية الحوار المجتمع دي حكاية غريبة شوية، لأنه هذا القانون أو هذا المشروع، هذا المشروع اللي إخواننا تفضلوا إصداره قتل في مناقشات مجتمعية، قتل أحسن في مناقشات مجتمعية. أنا مش عايز أعقب لأن التعقيبات هتكون لحضراتكم، لكن عايز أقول نقطة أخيرة قبل أن أدخل في الموضوع. لم يحدث حينما تلقيت هذا القانون من اللجنة المختصة قيل إنه أخذ عليه تعديلات في يدي. هو القانون صدر أو بعثوه للجنة في شهر فبراير عشان تبقى عارف، وأرسل إلى مجلس الوزراء كما جاءني تماما، لم أتدخل فيه نظرا لأن قلت إن مجلس الوزراء راح يناقشه ومجلس الدولة راح يناقشه. خلونا بقى من حكاية القانون، وخلونا ندخل في الموضوع اللي أنا هنبدأ فيه النهارده. الزميلة الفاضلة الأستاذة الدكتورة عبيدة عدلي هتتكلمنا عن العوامل المؤثرة في استدامة عمل المنظمات المدنية في مصر 2012. ده تقرير صادر عن المجلس القومي للدولة، وهتكون معتمدين عليها كما تم تقديمها. أنا الحقيقة قريت التقرير وهي تحتها مع مصر، إنما أنا ليا بس ألف واحد باعتبار تخصصي ما أقدرش أركز من ناحية القانونية، من ناحية البيئة القانونية. الحقيقة أنا بسترجع هنا فيما يتعلق بالحريات، حريات المجتمع المدني، تجربتين فاشلتين بالنسبة لي. أما التجربة الفاشلة الأولى فهي إطلاق الحريات النقابية التي لم تبقى حتى الآن، رغم انه مجلس وزراء مصر في نوفمبر 2011 اقر قانون الحريات النقابيه، وهو لم يصدر حتى الان لكل الحكومات المتعاقبه. وبالتالي طبعا مشروع القانون اللي بيتم او في محاوله لاجرام الان. فيما يتعلق بالقانون، انا بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني اعتقد ان في 5 موضوعات بس ينبغي ان القانون يعالجها، 5 موضوعات لا اكثر ولا اقل. كيف فعلا منظمه المجتمع المدني زي ما تعرف النقابه بالظبط، والنقابه هي احدى مكونات المجتمع المدني. 2 كيف يتم اختيار مسؤول هذا التجمع المدني بكل حريه عدا عن التدخلات؟ كيف يتخذ قراراته؟ ما هي مجالات النشاط؟ والافضل ان تكون مجالات النشاط مفتوحه وليست مقيده. والاخيرا كيف يمكن تحلل؟ سواء حل التنظيم نفسه او حل مجلس اداره التنظيم. هذه هي المواد الخمسه التي يحرص عليها الغياب دائما منذ القانون، منذ القانون المدني في سنه 9. طبعا كل ما جاء من 84 فيما يتعلق بهذه الموضوعات مخالف تماما، مش بس للدستور 14، حتى للدستور 71 حتى للدستور
دستور 71 الأجنبي. وأنا كنت أحب أقرأكم نص المادة 75 عشان أعرف عليها. أولاً المادة 75 أخذت في دستور 2014 بالإخطار، فأتعجب لمن يقوم بوضع قانون في الوقت الحالي يطلب فيه موافقة الإدارة، دي أول حاجة، وأقول له تعملوا القانون كده هيطعن عليه بعدم الدستورية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عدم التدخل في شؤون الجمعية، إرسال غلط. الثالث، في إمكانية الحل. في إمكانية الحل أنا أصدرت تعليمات في الوزارة بعد صدور الدستور، قلت لهم إن أنا رايح المادة 42 اللي بتعطي الوزير حق الحل، سقطت لأنها متعارضة مع دستور 2014، وأي قرار هيجيلي بالحل حرف موقعه وهحيل الأمر إلى القضاء. فأنا عايز أنبه إنه حتى إنه الآن رغم عدم صدور قانون جديد للجمعيات، لو تم حل جمعية أو تدخل في شؤون جمعية أو رفض إعلان جمعية بالإخطار، عندنا المحكمة الدستورية. النص المادة 75 ليس جديدا في مصر. القانون المصري كان أتى بنفس الكلام. إزاي؟ مصر مصدقة على عهدين دوليين، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. بموجب التصديق أصبحت هذه الاتفاقيات جزء لا يتجزأ من القانون المصري، وهذا هو الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إطلاق الحريات النقابية، لأن لا أصبح قانون مصري. والدستور 2014 يؤكد على هذا. الاتفاقيات المصدق عليها من مصر تصبح بمثابة جزء من القانون المحلي. أنا حبيت أدي بس وجهة نظر للناحية القانونية حتى تستبدل إذا هتحط التعديلات على القانون اللي يدخل تعديلات على القانون اللي كان معدل قبله وهكذا. هقول دلوقتي لم يعد هناك حجة ولم يعد هناك سند لإصدار قانون مخالف للمادة 75 من الدستور والالتزامات مصر الدولية. أنا آسف يا والدة إذا كنت وقفت كتير. اتفضلي. صباح الخير مجددا. هو بالشغال؟